قال المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين إن شركة الخطوط الجوية التونسية أعادت فتح مقرها في العاصمة طرابلس. وكان مقر شركة الخطوط الجوية التونسية قد أغلق في طرابلس قبل 7 أعوام بعد تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا. كما كانت الخطوط التونسية استأنفت في سبتمبر من العام الماضي الرحلات إلى طرابلس وبنغازي إثر قرار الرئيس سعيد فتح المعابر الحدودية بين البلدين. للمزيد تنضم إلينا من تونس الصحفية المتخصصة بالاقتصاد انتصار عنتر. مرحبا بك معنا انتصار. المدير العام للخطوط التونسية يقول في هذه الخطوة أكثر من رمزية. برأيك ما رمزية وأهمية هذه الخطوة، ولماذا تأخرت أيضا كل هذه السنوات؟ هو مساء الخير جمال. هو في الحقيقة الخطوط التونسية فتحت مكتبها بطرابلس منذ سنة، يعني في شهر 6 من سنة 2021 عند زيارة رئيس الحكومة المقال من قبل الرئيس سعيد هشام المشيشي لطرابلس. لكن الجديد في هذا الملف هو منح رخص المكتب طرابلس، مكتب الخطوط التونسية بطرابلس منح رخص تجارية لعدد من النقاط الليبية لتوفير الخدمات التجارية للخطوط التونسية، أي بيع التذاكر، يعني بيع التذاكر هي رخص لبيع التذاكر، تذاكر الخطوط التونسية بعد استئناف الرحلات بين تونس وطرابلس بعد سنة استئناف الرحلات وفتح المكاتب بطرابلس وبنغازي في شهر 6 شهر يوليو من سنة 2021. هو دفع للحركة التجارية، هو دفع نعم، لتنقل الأشخاص وكذلك للحركة التجارية للبضائع بين والتجارة البلدين. بين البلدين. بالنسبة بالفعل يعني النقل الجوي يعني هو رافعة أساسا من روافع الاقتصاد، بالتالي كيف أثر من ذلك روافع على المبادلات الاقتصاد. التجارية بين البلدين، وماذا خسرت تونس أيضا طوال هذه السنوات؟ خسرت تونس الكثير خلال هذه السنوات جمال. تونس استأنفت الحركة التجارية مع طرابلس، حركة الطيران بالأساس منذ، قلت لك، منذ سنة تقريبا. بلغت المبادلات التجارية سنة 2021 1.8 مليار دينار، يعني تقريبا 600 مليون دولار، وهو رقم يعتبر جيد أمام التدهور الذي شهدته المبادلات التجارية في السنوات الماضية التي بلغت الخسائر، يعني هي خسائر لا حد لها، تبلغ آلاف من المليارات من الدينارات بالنسبة لتونس بسبب انقطاع النقل الجوي، الخطوط بين تونس وطرابلس وتونس وبنغازي. مع تحقيق هذا الرقم 1.8 مليار دينار، قلت لك جمال، يعني تقريبا 600 مليون دولار، يعتبر رقم جيد. لكن تونس تسعى إلى تحقيق سنة 2022 رقم مبادلات يبلغ 2 مليار دينار، وفي السنوات القادمة 3 مليار دينار، هذا ما تصبو إليه. قامت دار المصدر، وهي المؤسسة التونسية الحكومية المتخصصة في دفع التصدير في تونس، بوضع خمسة خطط، يعني خمسة مشاريع للترويج للسلع التونسية في طرابلس طيب، لسنة ولكن 2022، انتصار، هل لا تزال آخرها تونس قادرة كانت فعلا؟ مشاركة في معرض طرابلس الدولي. نعم، هل لا تزال تونس قادرة فعلا على المنافسة اليوم في السوق الليبية، سواء تعلق الأمر بالمشاريع الكبرى والإنشاءات أو تونس حتى يعني مجرد ترويج السلع التونسية على ضوء منافسة كبيرة من مصر، من تركيا، من دول أوروبية وغيرها؟ من تركيا. تونس شهدت في ال10 سنوات الأخيرة منافسة شرسة وغير مسبوقة من السلع التركية بالأساس، ثم التركية بالأساس، ثم السلع الصينية والمصرية أيضا. كما تأثرت تونس بحركة النقل البرية أيضا جميل، وهي المعابر الحدودية بذهيبة وبرأس جدير التي تأثرت بالمواجهات المسلحة في غرب ليبيا، وأغلقت
العديد من المرات تغلق، يعني في العشر سنوات الأخيرة أغلقت العشرات من المرات، وكل إغلاق يدوم في بعض الأحيان شهرين شهر ونصف، وهذا أثر كثيرا على تدفق السلع التونسية. أيضا السلع التونسية وجدت تجابه منافسة شرسة من السلع التركية والصينية، كذلك في ملف أعمار ليبيا تسعى تونس وتسعى غرفة العقاريين التونسيين في تونس تسعى إلى الظفر بعقود لإعادة أعمار ليبيا. هي فعلا ظفرت ببعض العقود، لكن العقود الضخمة أخذتها الشركة الصينية، ثم هناك أيضا شركات تركية. تونس تعاني في ليبيا من قلة المرافقة الرسمية، من مكتب تجاري غير نشيط لا يتحرك لإيجاد أسواق جديدة. هذا ما يشكو منه المستثمرون التونسيون في ليبيا، وخاصة جمال عدم مرافقة البنوك التونسية التي المستثمرون التونسيون يفتقرون إلى أي مكتب لفروع البنوك التونسية في طرابلس أو بنغازي وفي المدن الكبرى، وهي منعدمة تقريبا. شكرا لك انتصار عنترة الصحفية المتخصصة بالاقتصاد، كنت معنا من تونس. شكرا.